خير، شو صاير معك؟ ما بعرف، حرارتها كتير مرتفعة وعن جد ما بعرف شو بدي أعمل. خالة سماح، ما فينا عم تحكي مع دكتور؟ لا مو مع دكتور. ليه؟ لازم فوراً ناخذها على المشفى. ها أي شو كنت عم تقولي لي؟ على فكرة عزفك وصوتك حلو كتير وبجنن. لك دخيل الله انت عيونك الحلوين، لك ما غلطت فيروز وقت قالت يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. اسمعي هيك. زينب حبيبتي، بدي منك تهدي وتروقي، طولي بالك ان شاء الله ما فيها شيء. بتعرف طارق امي مرة كبيرة ومن فترة كان صاير معها جلطة، انا ماني مطمنة. هلا ساعة زمان بتطلع بتطمني عليها من عندي، روحي خليهم يجيبوا لك شيء تشربي. طيب الله يطمنك. ماشي انا بس دقيقة وراجعة. شو الوضع؟ ما بيطمن. انت شو اخبارك؟ ما غاطت؟ والله شوفت عينك بالشغل هاد، وعم حاول شوف موضوع الجامعة والمنح مرة تانية. في شي جديد؟ ان شاء الله خير. يلا يا رب. عفوا تشوفهم. ايه يلا. شبك ماما؟ ما في شيء، بس الآن شوي على خالته سماح. على خالته سماح؟ شوفي خالة تنوري مخنقة كتير كبيرة اليوم. مو خنقة يعني، هي بهدلتني، مسحت فيني الأرض، فشرت عينها. اللي بغض النظر هذا اللي صار، يمكن معها. ايه شو يعني هلأ تركته؟ شو طارق؟ شو؟ شو؟ أمر إليك.